بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل المحاضرة الثانية من شرح ال course in differential equation, وعنوان حلقة النهاردة بالclassification بتاع differential equation. يلا بينا نشوف. أول نوع من أنواع classification بتاعنا هيبقى طبقا لل coefficients. هتلاقي إن عندك ساعات ال coefficients بتبقى constant وساعات بتبقى variable. ايه هو الكونستانت وهو الفاريبل؟ هتلاقي بص عندك هنا شايف الكوفيشنز بتاعه الديريتيف او بتاعه المشتقات, هتلاقيها عباره عن رقم ثابت, كونستانت رقم ثابت. طب انت شايف ان 5 7 1 1. طب لو فاريبل بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتلاقي ان الكوفيشنز بتاعتك بتلاقي ايه فيها فانكشن في اكس متغيره, بتلاقي دايما متغيره. برضو حابب انوه على حاجة في المعادلة التفاضلية. انا بشتغل بطريقة مبسطة, حاجة اسمها الخرائط الذهنية, دي بتساعد اكثر على ان انت تستوعب المعلومة, بتفتكرها بشكل اسرع واسهل. فهتلاقيها تكنيك الشرح هتلاقيه ممكن يبقى في جداول وفي خرائط كتير, بس انا شايف ان ده هتبقى اسهل حاجة تخليك تفتكر بيها الشرح وكمان تفهمه بسرعة وبسهولة. تمام, فهنستكمل كده. يبقى اول نوع classification قلنا coefficients. تاني حاجة معانا هيبقى الاوردر, طبقا الاوردر, وشرحنا الاوردر الحلقة اللي فاتت, لو ما شفتوش بروح بص عليه. طيب ايه هو الاوردر؟ هتلاقي ان عندك في first order differential equation و higher order differential equation. تمام, معادلات من الدرجة الاولى, معادلات higher order اعلى من الدرجة الاولى. قلنا الاوردر ده هو اعلى ايه؟ على مشتق. يعني هنا مثلا هتلاقي رباعية او مشتقة رباعية, فده اوردر بتاعها 4, هتلاقي ان دي كام؟ اعلى مشتقة هي كام؟ 3, فده يبقى اوردر كام؟ 3. طب لو اوردر 1 هيبقى ايه؟ هتبقى هي دوبك, بس هتبقى ايه؟ واي داش بس, يعني مش هيبقى فيه اكتر من ايه؟ من الواي داش. هنا هتلاقي مثلا واي ايه؟ 2 او ايه؟ ان, معاك من 2 لحد ان. تمام, طيب اخر حاجة بعد كده في الكلاسيفيكيشن عندك طبقا للميثود اوف سوليوشن, ازاي اجيب الحل. لو الفيرست اوردر عندنا هيبقى فيه 7 طرق نجيب بيهم الحل, هنشرحهم ان شاء الله بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. عندك ال separation method, ال homogeneous, ال non homogeneous equation, linear equation, non linear equation بيطلق عليها Bernoulli equation, وال exact و non exact. بعد كده هيبقى عندك ال higher order اللي هو قلنا اعلى من 1 لحد n, من 2 لحد n, هتلاقي حاجة اسمها طريقة اسمها ال indeterminant coefficient, وهتلاقي حاجة اسمها d operator و variation of parameter. ان شاء الله كل حاجة من دي هنبدأ نشرحها في الايام اللي جاية. في النهاية حابب اشكركم, لو استفدت من الفيديو ما تنساش بس تدعيلي دعوة واحدة بس من قلب. شكرا.